سعد بدأ يطلع من الدور، بدأ يسمع الكلام، اي بدأ يفك شوي. كيف كان العيد يا أحمد؟ والله ممتع يا أبو سعد، وش يبيض الله وجهك؟ وجهك أبيض والإدارة. كيف كان عيد؟ على المفاجأة الحلوة، عيدي جدا بطل، استنست. زعلتوني شوي في استقبالكم اليوم، ما كنتوا حليلين معي، زعلت أنا للأمانة. مالك هم، نرضيك إن شاء الله يا أبو سعد، هذه إذا ما طلعت. سمعت يا أبو سعد؟ والله تمنيت استقبال أجمل. الحمد لله على كل حال. شيء من أفضل من لا شيء. شيء أفضل من لا شيء. بعض الأشياء ما ودك تكون شيء أصلاً. جل من لا يخطي. سبحانه. مقولة الأستاذ مسعود من شعبه. جل من لا يخطي. الحمد لله لك. شيك. أبى أتمقل في وجهك أبو سعد. حسيني ما شفتك زين. خلاص أنا أتأملك يكفي. أبى أستانس يا أبو سعد. تستانس. تقول الأوتار؟ والله أذكرني والله بأوتار ال لا لا ركز، إيش قاعد تقول لك؟ والله أنا تقول شوف العازف ما يعرف أبو سعد. لا أبو سعد دقيقة، أقصد الأوتار خربان. ركز صدقني بتسمع إيش تقول لك. مبروك العودة. مبروك العودة يا أحمد. استاهل. استاهل. أي نعم مبروك العودة. استاهل. يا عيال شد هيك. تبغى تسمع الوتار أنت؟ انقطع الوتر.